يا الله، اسمحوا لي ما ابغى اطلع من طوري اليوم. يعني انت ما حصلت غير الكلمه هذه تخلين البنت تقولها؟ المدرسه لا، هذه فيها شيء المدرسه هذه. لا لا لا، مو صحيح المدرسه. السلام عليكم، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ عساكم بخير وبصحه وسلام. يا مرحبا بكم فيديو جديد. فيديو اليوم ابغى اطلع حرتي ببعض الناس، ببعض السويدين اللي يتصرفون بتصرفات غريبه. يعني في فيديو الحين منتشر في السويد وحتى بعض الدول العربية، ما أدري، خلاني أحس بالقهر، خلاني أحس بالغضب، خلاني أحس بال يعني بعض الناس كيف اندلت بهالطريقة هذه، ما أدري. فبغيت اليوم أعرض لكم الفيديو هذا ونشوفه ويا بعض ونحلل بعض الأشياء اللي تسويها المدرسة هذه اللا أخلاقية، اللا أخلاقية أبدا. القصة ما فيها يا ربع أن في مدرسة لتعليم اللغة السويدية موجودة في مدينة مالمو جنوب السويد. هذه المدرسة حد من الطلاب صور مدرسة تبغي تغصب طالبة مسلمة عربية أنها تقول يعني اسم الجهاز الذكري، جهاز ما أدري شو يسمونه، جهاز التناسلي للذكر باللغة السويدية، والبنت مستحية ما تبغي تقول، والمدرسة غصبا عنها لازم تقول، تبغي تختبرها. يعني ما حصلت تختبرها إلا بالكلام البذيء. فطبعا الحين العالم قايم عليها المدرسة هذه، وحالة طول صارت أخذت مرضية، جالسة في البيت أكيد عندها مرض نفسي. الحين على طول الناس اتهموني والناس سووا فيني. خلونا نشوف الفيديو. يلا بسم الله. يا الله، تسألها إذا هي بتعرف شو يمتلك الرجل، شو اسم الجهاز التناسل للرجل، وتسوي إشارات بإيدها. يعني معاذ الله، اسمحوا لي يا الربع، يعني يمكن الفيديو يكون حساس وفي بعض الأشياء التلميحات الجنسية من المدرسة البذيئة هذه، شيء مؤسف والله. إذا هي ثقافتها وسخة شيء، تبغي تخلي البنت تقول كلام وسخ ليش؟ وانت يعني تقدر تلاحظ البنت كيف مستحية ومحجبة و... تبغي تجبرها تقول الكلمة. زين البنت ما تبغي تقول. المدرسة لا، هذه فيها شيء المدرسة هذه. لا لا لا، مو صحيح المدرسة. يا الله، وبعد تتعذر عاد. كم سنه عايشه في السويد انت؟ يعني لا ما تعرفين الكلمه هذه؟ يعني انت ما حصلت غير الكلمه هذه تخلين البنت تقولها؟ والله شيء غريب. يعني تبغي تختبرها باللغه السويديه، بس تختبرها باسماء الجهاز التناسلي، تختبرها بالكلام الوسخ. اسمحوا لي ما ابغى اطلع من طوري اليوم، بس يعني شيء مستفز والله. زين اساليها عن اسم الباب بالسويدي، الكاسه بالسويدي، الشارع بالسويدي، ما حصلت الا الجهاز ال... خلونا نكمل فيديو بس. الحين قامت بنت ثانيه المسكينه خايفه، خايف من اللي تسويه المدرسه هذه، وقالت خلاص ابي اطلع من الصف. والله المدرسة هذه فيها شيء. يعني يمكن متضارب يا زوجها في البيت، يمكن يا بنتها، يمكن استوى لها حادث في الشارع، ما تدري شو اللي مستويه لها برا المدرسة وتطلع حرتها في الطلاب. البنت خايفة والصف يعني باين عليه أن أكثرهم كبار في السن، يعني مو بكبار في السن، يعني أكثرهم فوق 30 سنة، ويبدو كأنهم يعني كلهم عرب ولا شيء، ما أدري يعني ليش ساكتين عليها المدرسة هذه. شو يعني ما عندك مكان تسيرين له؟ حبسه؟ شو السالفة؟ تقول له ما بتسير أي مكان، ما عندك مكان تسيرين له؟ حسبنا الله. يا الله، المسكينة خايفة، البنت تقول لها خايفة، البنت تقول لها خايفة. يا أخي والله مشكلة. والمشكلة يعني الطريقة اللي تضغط عليها
يعني الطالبة ليش شي؟ شو سوت لك؟ جالسة تضغط عليها، شو اللي خايف منك؟ شو البنت خايفة منك من تصرفاتك الغريبة؟ هذه بعض الأفعال العنصرية اللي تستوي في السويد يا الربع، تشوفونها مباشرة قدامكم، وهذا قلة من الأشياء اللي يعني على الأقل هذه تصورت. تخيلوا الأشياء الكثيرة اللي ما تتصور من الشرطة، من الدوائر الحكومية، من المدرسين. يا الله البنت تبغى تطلع برا والمدرس صارت سكرت الباب عليها، هذا اضطهاد وعنصرية عيني عينك وما حد تكلم. أخيرا قاموا بعض الناس في الصف، أخيرا قاموا، كان من الأول. حادثة مؤسفة والله شيء مؤسف. طبعا بعدين طلع مدير المدرسة هذه وقال أنه منصدم من أفعال المدرسة هذه وما كان يتوقع أنها تسوي شيء مثل هذا. إذا مدرسة أجنبية سوت الحركات هذه كانت انفصلت من أول يوم. طبعا أنا لي قصة، يوم بديت المدرسة هنا، يوم كنت جديد في السويد، أول يوم لنا في الصف يابوا أطباء ولا ممرضين ولا ما أدري متخصصين في الجنس ولا شيء من هالنوع، جايبين ما أدري كيف أقولها يا ربع، اسمحوا لي بس يعني جايبين جهاز تناسلي فيك ولا بلاستيك، ويايبين واقي ويرونا كيف يحطونها ويستخدمونها. وأنا قلت للمدرس يعني ما نبغي نتم في الصف هذا، ليش تعلمون هالأشياء؟ طبعا ما خلونا نطلع غصبا عنا، خلونا نشوف والبنات موجودات والأولاد، في بنات عرب، في بنات من ثقافات إسلامية ما تقبل هالشيء. هم يبون يعلمون بناتهم من الصغر يعلمونهم. فأنا سألت مدرسي ليش تعلمونهم شيء؟ قالت أن عندنا نسب كبيرة حوامل مراهقين، وعشان نوقف الموضوع هذا لازم نعلمهم يستخدمون الواقع. أنا قلت إنزين ليش ما تعلمهم أن ما يمارسون الجنس أو يعني يجتمعون في بعض بدون زواج ولا بدون؟ قالت لا هذه عاداتنا وتقاليدنا، بس لازم نعلمهم من سن 12-13 سنة أنهم لازم يستخدمون الواقع. في فساد أخلاقي منتشر وبقوة في المجتمع السويدي وأكثر المجتمعات الأوروبية، شيء واضح معروف يعني. وهذا الشيء أكثر شيء يخوفني ويخوف ناس كثار، أنهم يربون عيالهم في البلاد هذه. لأن أنت يمكن تربي عيالك على الدين الإسلامي الحنيف والأخلاق الحسنة في بيتك، بس يطلعون برا أقرب مدرسة يحصلون هناك رفقاء السوء، والجو العام أصلا غير أخلاقي، والبنات تشوف البنات الثانيات يرابعون أولاد ويمشون ويا أولاد ومن الصغر 13-14 سنة على طول، يقول لك عندها بويكفند أو بويفرند. وفساد أخلاقي منتشر جدا في المجتمعات هذه الربع. فعشان شي ربي إن شاء الله يرزقنا بلاد إسلامية هناك عاد ترعانا ونرعى عيالنا فيها ونربيهم ونأمن لهم مستقبلنا هناك. يعني نحن جايين هني عشان نحن هاربين من الحروب، وبعدين تيجي هني تشوف الفساد الأخلاقي اللي هو أسوأ من الحروب في بعض الأحيان. وطبعا في أمثلة كثيرة في البلاد هذه، ربي يحمينا منها ومنهم إن شاء الله. أشكركم على متابعة الفيديو يا الربع، لا تنسوا تعطونا لايك وشاركوا الفيديو إذا عجبكم ويا ربعكم وأصدقائكم. كان وياكم ناجح، سلام.